انت قلت لي في الفاصل حاجه لذيذه قوي، قلت لي انت اصلا ما كنتش ناوي تلعب كوره. ده حقيقه. ايه الحكايه دي؟ خلي الناس تشاركنا، اصل انت تقول يعني واحد لعيب جامد قوي زيك كده وانت بتقول لي اصلا انا ما كنتش ناوي العب كوره بشكل احترافي يعني. هو بصراحه واحد صاحبي قوي اخويا انا هو متربين مع بعض اسمه احمد خليفه، فهو كان جاي واحد اسمه كابتن ايمن نجيب من عندنا من المنوفيه فكلمه يعني كان عامل اكاديميه وكده، فما كنتش رايح ولا ما اعرفش حاجه، فقال له عايز بطاقه الصبيحه وكده، وكنت بروح العب دورات وكده يعني. انا اصلا كنت بلعب ما بعرفش مدافع انا كنت واقف قدامه قاعد اشوط في الجون والكسندر وكده خماسي بقى وكده نلعب في الشارع بقى حاطين توبتين والكلام ده حاطيني بقى في فرقه عندنا درجه رابعه الفريق الاول اسمها كفر عاشمه كده فروحت لعبت معاهم وكده كنت هدافهم يعني هداف الفريق كنت بشوط من اي حته والله ربك كان كده مسهلها الراجل ده شكله وانت كده كده مش في دماغك. جابني بقى النصر جابني اختبارات وكده، فانا ما كنتش عايز يعني انا عشان ابويا وكده ابويا كان رافض الموضوع ده فكان دايما في مشاكل بيننا وكده، فجيت النصر اختبارات فكابتن اسمه علي التتش واد بيعدي بسرعه جيت عامل تاكلينج جاب الكوره خدني في الاختبارات اصلا على طول مع تاكلينج وخدني ما لعبتش ماتشين ماتش في الثاني في الثالث بيعدي في ماتش اسمه ماتش التحرير ملعب اكنه بايظ يعني وكده قال هتقول له صبيح هو بتاع الاراضي والفلاحين والحاجات دي لعبت الماتش من ساعتها ما طلعتش من الناشئين لعبته كله فكملت الموسم بعده اخويا توفى يعني كان ليا اخو واحد الله يرحمه ساعتها كان موسم بقى كنت صعدت بقى مع 97 وكده كابتن علاء كان تقريبا مسكه كان هو مسكهم وبعد كده كان بيعمل بقى كابتن مصطفى يوسف ده ماسك ال 96 كان بيعمل كل اسبوع ماتش مع الدرجه الاولى مع كابتن سيد عيد. انا اصلا ساعتها كنت بنام في الجامعه. بتنام في الجامعه؟ بنام في الجامعه ما كانش في سكن ما كنتش بقى بحب اقول لاهلي انا ما اقول له عايز فلوس وكده اروح واجي كنت بتحرج وانا عارف الظروف يعني ظروفنا على قدنا يعني وكده. وفي نفس الوقت هم كانوا مش مقتنعين اصلا هم كانوا عايزين اصلا فانا اقول لهم عايز فلوس وبتاع وكده فقالوا له اقعد وكده انا قاعد اسبوعين ما كلمنيش. بتنام في المسجد؟ كنت بنام والله العظيم في الشتاء كنت بتغطى بالحصار بتاعت الجامعه. يا الله والله والده صاحبي اسمه محمد عماد كان صعبت عليا جابت له بطانيه وكنت بتغطى وكان معايا كذا حد يعني مش لوحدي. كابتن سيد عيد عرف كان ساعات بيديني فلوس يعني قبل ما اصلا ما يعرفني ولا انسى. فماتش في الثاني الكابتن سيد شافني يعني وكده فخدني توسعات ساعتها بقى كنت اول مره اخد فلوس في النصر. لعيب بقى محترف كان يكسب ماتش في الدرجه الثانيه النصر ده كان الاهلي في الدرجه الثانيه كان يكسب ماتش ياخد مكافاه الف ورا النادي يروح يلعبوا في المريخ راكب اتوبيس يروح مصر عشان اخد مكافاه. يا سلام ما عشان امشي عايز فلوس عايز حتى ادي لابويا حاجه احسسه ان انا كويس ان انا بشتغل بقى انا مش رايح العب انا مش رايح اهزر فاهمني والله. فساعتها بقى اتصعدت وصعدنا الدوري الممتاز وقلت بقى ايه هينزلنا بقى دوري ممتاز وانا اصلا ما بنشاركش في ماتش الدوري الممتاز بدا وانا بتمرن وكده قسما بالله ما لعبت ماتش ودي مع كابتن سيد عيد عمار حمدي وكل الناشئين لعبت انا الوحيد اللي بقف اسخن ورا الجون. يوم ماتش الدور الثاني ماتش الاهلي لقيته بينادى عليا انت هتلعب الماتش فجاه الاهلي قسما بالله ما لعبت ما شاركت معاه في اي حاجه ماتش الاهلي وتاني ماتش بعدها بيومين كان في ضغط الزمالك يعني انا في 10 ماتشات في الدوري الممتاز مع كابتن سيد عيد بسم الله الرحمن الرحيم اهلي زمالك اهلي زمالك لعبت على كاسونجو على ازارو على بنسيه اللي بتاع بوركينا فاسو طبعا بتاع مصر يعني انا لعبت على العتاوله يعني وكلهم بيجروا كلهم اقوياء جدا واحمد جمعه في عزه فربك يعني على قد ما قسما بالله كنت انام في الجامعه اصحى الصبح كان في راجل بيجي يطردنا من الجامعه عشان ما ينفعش انام في الجامعه كنت اصحى الصبح اتمرن على ما يجي تمريننا العصر كان كابتن خالد سعد بصراحه الله يبارك له كان دايما يجيب لي اكل يعني كنت زي ما اصعب عليه كده انا عشت فتره بس عارف القصه اللي انت بتحكيها دي قصه اعظم حاجه في الحلقه النهارده والله العظيم يعني ربك ما بيكرمش كده من فراغ عشان الصبر انا دايما يعني سبحان الله عنده صبر غريب حتى كابتن كشري ما معلش لا لا والله ما لعبت يعني كابتن كشري انا كنت بصراحه رحت انبي الدنيا مش ماشيه حتى اوفا ممكن يكون بيسمعنا دلوقتي ربنا معاه في المنتخب يعني اول ما جيت بقول له يا ابني انا مش عارف مال مش عارف اتمرن عارف العب حتى كابتن كوشر مستغرب كابتن كوشر ده عارفني من ايام اما كان ماسك تقريبا في الانتاج الحربي وانا كنت في المقص يعني ومسمع من ايام النصر كمان لعبت ضده كان ماسك الترسانه تقريبا فروحت مش عارف العب
في ماتش في الثانية الدنيا مش ماشية بره السكو. وبعد كده مشت. بعد جه بقى ماتش البنك ما كله اتصاب اللي ما فيش غيري. يلا. أنت تلعب يا صباح لعبت كنت جامد قوي في الماتش. فهو اقتنع إن أنا ولا بتاع تمرين ولا بتاع ودي أنا بتاع ماتش. عارف يا أحمد النقطة اللي أنت بتتكلم فيها دي مهمة في إيه؟ لما الناس بتيجي تتفرج ومعظمنا معظم الناس يعني الناس بتبقى حاسه بصعوبات وانا ازاي هوصل كده وانا على قد حالي تمام. لما بتقول الكلمتين دول وهم شايفين دلوقتي ان انت راجل ناجح كل واحد بقى ايه راح سخن دلوقتي قال لك ايه كل واحد في مجاله على فكره مش شرط يكون لعيب كوره كل واحد في مجاله يقول لك ايه لا طب انا ممكن اعمل زي احمد سباح وربنا هيكرمني من واسع من حيث لا لازم انا اللي نجحني ده المفروض يحصل ان هو الناس بيشوفوا ان اللعبه دي بتلعب دوري ممتاز ما شافوش هم وصلوا ازاي اصلا. ايوه لا ويقول لك ايه عارف الجمله دايما حتى انا هنا بقعد انتقدها دايما يقول لك يا عم بياخدوا ملايين تعبت ده يتمرمط ما تعرفش انا اضحي بايه عشان اوصل للي انا فيه ده انا اركب عربيه اوبر لا يا لا بس انت منور الدنيا منور الدنيا.